بالظبط. يعني انا حاسه ان هم زي المافيا اقوى من لا، هو كل الموضوع يا حضرتك لما تيجي تحسبيها، مثلا احنا للاسف عندنا برضو منظومه النقل بصفه عامه فيها سلبيات كثيره جدا. لما نقول ان اكتر من اعتقد 96% على ما اذكر يعني ان النقل الثقيل هو اللي بيشيل على الطرق، بيشيل الحمولات، وان احنا عندنا السكه حديد 2% ومش عارف نقل النهري 1%، ما دي منظومه برضو غلط. واحنا مصر يعني تعتبر اقدم شبكه سكك حديد في مصر، اعتقد مع استاذ وزير النقل ربنا يعينه الموجود حاليا ان هو حضرته يطور. انا نفسي مش بس يطور المنظومتين مع بعض، مش نقل الرجال فقط ونقل البضائع، لان ده هيخف كتير جدا. واعتقد ان برضو الجهاز او قانون تنظيم النقل ده، لان طبعا بيشمل النقل الثقيل ويشمل النقل العام، بيتكلم عن النقل بصفه عامه يعني، اعتقد ده هيبقى له صدى كبير جدا. لا استخدم نقل مجري بداخل الفرن كتير ولا نقل سكه حديد. ايوه بالظبط، وده برضه عندي اختلال فيه. طب ما عشان كده الحركة هي المنظومه كلها يعني القانون مرور جديد ده. انا نفسي كنت اسميه مستديم، انا كنت وانا في الخدمه مسميه مستديم، قلت لهم عشان ما عادش يبقى انت كل حبه تجدده. حتى يمكن اول فقره في القانون ده يقول لك يلغى قانون 83 ده، يعني قانون 73 اللي صدر سنه 73 ده بالكامل ملغي بالكامل، عشان نقول عندنا قانون كامل جديد من اوله له كونسيبت جديد خالص بس.